يا مساء يا صباح الخير عليكم في كل حتة على أرض الله الطيبة. أهلا بيكم على مانجا 64 وحلقة جديدة من حصاد الأسبوع اللي بنتابع فيها سوا آخر أخبار عالم الفيديو جيمز. لو بتتابعونا على اليوتيوب وديت أول مرة ليكم على القناة، يا ريت تعملوا سبسكرايب. لو بتتابعونا على الفيسبوك يا ريت تعملوا لنا فولو. في كل الأحوال أتمنى إن الفيديو يعجبكم. الأسبوع دوت الأخبار تعتبر فيه شحة، لأن كان فيه خبر كبير جدا، يعتبر مش بس أكبر خبر في الأسبوع، يمكن أكبر خبر في السنة إن ما كانش في الكام سنة اللي فاتوا، وهو طبعا الكشف عن البلاي ستيشن 5. دوت أنا غطيته في فيديو نزلته أظن امبارح أو قبل امبارح، عن يعني انطباعي عن الكشف عن البلاي ستيشن 5 وملخص للي جه في الفيديو الساعة ونص اللي سوني حطيته. لو عايزين ملخص ورأي باستفاضة في الموضوع دوت اتفرجوا على الفيديو، انا حطيت اللينك بتاعه في الديسكريبشن وهنتكلم شوية عليه في الفيديو دوت. لكن مش معنى ان طبعا سوني كانت واكلة الجو الاسبوع دوت ان مفيش شوية اخبار ممكن تكون ظريفة ان احنا برضو نعرفها او مهمة. منها اول خبر انه لو دخلتوا على نينتندو، ويب سايت بتاع نينتندو، انا بحب نينتندو جدا، شكلها كده ان ال 2 دي اس اكس ال خلاص ديسكونتينيود، او يعني هيوقفوا انتاجه. ليه بقول كده؟ لان هو صحيح ما قالوش حاجه رسمي، لكن لو دخلت على الموقع بتاعهم عشان تشوف المنتجات بتاعتهم، ولو في ناس بتشتري من على الموقع بتاع نينتندو، هتلاقي انه لو حاولت تشتري 2 دي اس اكس ال هتلاقيه بيحولك على وول مارت. هم عاملين سبيشال اوفر نيو 2 دي اس اكس ال مع ماريو كارت 7 ب $100، يعتبر اوفر هايل. واكيد في محلات تانية عندها ستوكات وفي ناس طبعا بتبيع يوزد، ولكن اظن ان دوت مؤشر ان فعلا خلاص مع بعد نجاح نينتندو سويتش، وان اللاين بتاع ال 2 دي اس و 3 دي اس يعتبر اخذ مجراه وقعد حبه حلوين، يا كده يعتبر خلاص ان الستار بيزدل عليه. انا عن نفسي انا جبت 3 دي اس اكس ال يوزد من فتره، لان ما يعني ما كانش عندي كل ده. فهو عليه مجموعه هايله من الجيمز مش هتقدر تلعبها الا على البلاتفورم دوت. ف يعني دي فرصه ان انا اقول لكم والله يا جماعه لو بتحبوا نينتندو وما جربتوش ال 3 دي اس هاتوا، مش هتندم. الخبر التاني اللي معانا هو يعني يعتبر التكملة لحاجة كنت اتكلمت عليها من كذا اسبوع، من كذا شهر، وهو ان في لعبة جديدة ساموراي جاك هتنزل قريب. ساموراي جاك طبعا كرتون مشهور وله شعبية كبيرة جدا، كان بينزل على كرتون نتورك، واتعمل له جيم امتى بقى؟ ايام البلاي ستيشن 2 والجيم كيوب، فمن فترة طويلة جدا. لسبب ما قرروا ان هيعملوا لها لعبة جديدة، لعبة اكشن ادفنشر، و جه في الاي جي ان سامر فاست دوت، حاجه كده اي جي ان عاملاها كبديل للاي 3 اللي اتلغى بسبب انتشار الكورونا، يعني حاجه كده في الصيف يعرفونا بيها، مش هقول حتى بديل للاي 3 بس يعني المطورين والشركات من خلال اي جي ان يعرفونا ايه اخر اخبار وايه الحاجات اللي هم بيعملوها. فمن الحاجات اللي هم عرضوها الاسبوع دوت فوتج وجيم بلاي زياده لساموراي جاك، لعبه شكلها حلو، مش حاجه صاخبة، مش حاجة مبهرة، لكن شكلها ممتع، شكلها حلو، أظن أنا هجيبها لما هتنزل. وبصراحة يعني أنا بحب برضو جيمز، يعني أتمنى أنها تبقى جيم صغيرة، تبقى جيم محدودة كده اللي هو تاخدها 7-8-9 ساعات بالكتير تلعبها وتتكيف وتاخد منك تاخد منها التجربة كاملة وتقلب على حاجة تانية. أظن أنه هيبقى نوع دوت من الجيمز، لو جبتها غالبا هعمل عليها مراجعة، فخليكم متابعيننا على القناة. الخبر الثالث اللي معانا هو خبر في اي اسبوع تاني كنت هعتبره خبر قنبله، وهو ان في ماتل سلاج جديده، ماتل سلاج 2020. طبعا ماتل سلاج سلسله اسطوريه كانت بتنتجها شركه اس ان كي، كانت بتنزل على الاركيدز، كانت بتنزل على نيو جيو مش فاكر، المهم يعني كانت بتنزل على الجهاز بتاعهم. ف الظاهر كده ان من فترة يمكن من سنة، انا ما تابعتش الخبر ده وما خدتش بالي منه، كانوا بيقولوا في بالفعل اساسا كان في ماتل سلاج جديدة بتتعمل، بس انا فوجئت الاسبوع دوت ان هم بيقولوا انها تقريبا خلاص خلص تطويرها تقريبا، وهتنزل السنة دي، وهينزل نسخة على الكونسولز ونسخة كمان او نوع يمكن جيم تانية خالص على الموبايلات. تمام، ليه لا؟
لو ما تعرفوش ميتل سلاج، انا عملت مراجعه لميتل سلاج 3. انا بحب ارجع ابص على اللعب بتاعت زمان، فعملت مراجعه لميتل سلاج 3، هحط اللينك بتاعها في الديسكريبشن لو عايزين تاخدوا فكره عن اللعبه ديت ايه بالظبط، او لو بتحبوا انكم تعيشوا اجواء بتاع العالم زمان بتاع الفيديو جيمز. قبل ما نتكلم تاني على الكشف عن بلاي ستيشن 5، عايز اشارك معاكم حاجة عظيمة لقيتها على الفيسبوك بالصدفة، وهو بيج مصرية متخصصة في الأوريجامي اسمها أوريتوبيا. أنا بحب أتفرج على الأوريجامي، يعني بالنسبة لي مبهر، بس يعني مش من نوعية الحاجات اللي هغطيها مثلا في القناة هنا. طب أنا بتكلم عليها ليه؟ بجانب طبعا أن هم إبداعهم رائع، إلا أن أنا لقيت، وده اللي لفت نظري، أن هم عاملين تصميمين، واحد منهم لماريو وواحد منهم لبيكاتشو. وأنا طبعا كفان بوي لنينتندو لما شفتهم بصدقتش، لأن أولا معمولين حلو جدا، ثانيا مش ديت الحاجة اللي انت بتتوقع انك تشوفها لما بتفتح الفيسبوك، بتلاقي ناس بتبدع بالشكل دوت في حاجة انا بحبها قوي. فأنا حطيت لينك البيج في الديسكريبشن لو تحبوا انكم تتابعوا الشغل اللي هم بيعملوه. هم بيعملوا طبعا يعني ما اظنش انهم بيركزوا في الجيمنج، هي حاجة طلعت كده، بيعملوا اشكال حيوانات، اشكال ورود وزهور وحاجات تانية كتير. ف يعني لو ده ودايت حاجة انتوا تحبوا انكم تتابعوها، بصوا على اللينك في الديسكريبشن. طبعا اهم واكبر خبر مش بس في الاسبوع دوت، في السنة كلها، كان الكشف عن البلاي ستيشن 5. لان انا غطيت الحدث دوت في القناة، وفي فيديو اوريدي معمول على الموضوع، انا مش عايز اكرر نفسي عشان ما ازهقكمش، فانا هعمل لينك لتغطيتي للفيديو دوت في الديسكريبشن، بس هديكم نبذة بسيطة عن اللي جه فيه ونتكلم شوية. يعني هو ديت يمكن الحاجة المهمة في الأسبوع دوت، إن أوكي بعد ما شفنا الكاش عن بلاي ستيشن 5 وعرفنا إيه اللي جاي فيه، إيه بقى؟ هنبتدي نبص على إيه الفترة اللي جاية. طيب، ملخص شديد جدا لإيه اللي جه في الكاش عن بلاي ستيشن 5، أربع نقط. أول حاجة، عرفنا شكل الجهاز. وشكله مميز، شبه يعني في ناس توقعت لان الدراع كان لونه ابيض، ان الجهاز هيبقى لونه ابيض او في لون ابيض، وده فعلا اللي حصل. انا شايفه شكله حلو، عجبني انا شخصيا. في ناس طبعا استغلت الفرصه وقاعده بتسف على شكله، بس يعني تمام. انا عن نفسي انا عجبني. تاني حاجه، كلمونا عن خصائص الجهاز والدراع، ويعني برضو تعتبر معلومات كلنا كنا عارفينها، يعني الهابتك فيدباك والموشن سنسر والتريجرز والكلام دوت، كل الحاجات دي كلها احنا كنا عارفينها، فما نقدرش نقول لها قالوا لنا حاجه جديده، بس كان حلو يعني قالوا لنا عليها تاني، واحنا هنسمع تاني ومبسوطين وشارين ان شاء الله. تالت حاجه، ودي كانت مهمه، او انا عن نفسي كنت احب اعرف، هو سعر الجهاز. ده بقى احنا ما عرفناهوش، هم ما قالولناش لسه، هيستنوا شويه لحد ما يمكن مايكروسوفت تعلن عن سعر الاكس بوكس سيريز اكس. ما اعرفش مستنيين ايه، هم مش مستعجلين غالبا كده، هي لعبه القط والفار ما بين الاثنين. رابع حاجه، ودي اهم حاجه بالنسبه للجيمرز، اعلنوا عن فيديو جيمز، اعلنوا عن 25 لعبه. 25 لعبه. انا مش هلخصهم كلهم دلوقتي، بس يعني هقول يعني هتكلم عن لفت انتباهي. مبدئيا، ومع اصدار الجهاز نسخه جديده من سبايدر مان، وبالتحديد سبايدر مان مايلز موراليس، اللي هتبقى حصريه على بلاي ستيشن 5. والمحبي الاكشن ادفنتشر والبلاتفورمينج، راتشت اند كلانك ريفت ابارت شكلها عظيم، وطبعا غنيه عن التعريف سلسله جراند توريزمو، جراند توريزمو 7 لمحبي لعب سباق العربيات والمحاكاه للسواقه، والمحبي البلاتفورمينج جيمز ساك بوي بيج ادفنتشر، دي من اكتر اللعب اللي انا متحمس لها. والناس طبعا اللي بتحب تعذب نفسها ليها موعد مع ديمون سولز، وهيتمان 3 اللي هي تعتبر الجزء الاخير للتريلوجي بتاع السلسله. ومن الحاجات المفضلة بالنسبة لي طبعا هورايزن ونسخة جديدة، وبالتحديد هورايزن فوربيدن ويست،
والمفاجأة أو ما كانتش مفاجأة قوي، لأن كان في تسريبات طلعت Resident Evil 8. في برضو Death Loop اللي هي First Person Shooter وبتتلعب فيها بالزمن، يعني شكلها ظريف. ومن الحاجات اللي شبه الحاجات اللي بحبها طبعا كينا، بتفكرني شوية بزلدا، مش عارف ممكن نشوف. وبراجماتا يعني فيها إحساس كده من ألعاب هيديو كوجيما، معرفش هي ايه بالظبط. و ريتيرنال اظن هي لعبه شوتر في الفضاء، يعني شكلها برضو حلو. وستري انا ما عنديش اي فكره ديت ايه، بس انا شاري يعني الجو بتاع اللعبه، انا شاري خلاص. و ذا ليتل ديفل انسايد اظن انها لعبه ادفنتشر شكلها حلو قوي. بما ان دلوقتي سوني خلاص يعني افصحت عن الاوراق اللي في ايديها على الاقل في الفتره اللي جايه ديت، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه في ناس اوريدي ابتدت تقول لك لا كده خلاص مايكروسوفت انتهت، ريست ان بيس مايكروسوفت، ريست ان بيس اكس بوكس، خلاص سوني كده ايه علمت على مايكروسوفت. بدون شك ان الكشف عن البلاي ستيشن 5 والفيديو ده كان قنبله، انا انبسطت جدا واستمتعت جدا وانا بتفرج عليه، وتقريبا يعني انا وانا بتفرج عليه بقول لا خلاص انا هجيب البلاي ستيشن 5. بس تعالوا نتفق على حاجه، صحيح العرض اللي فات بتاع مايكروسوفت كان وحش زي ما غطيناه هنا في على القناه، بس هو ده ما كانش العرض الاساسي. يعني احنا لو كان القنبله اللي سوني عملتها والكشف عن البلاي ستيشن 5 هو دوت كان اهم حدث في التمهيد لاصدار الجهاز، يبقى الايفنت بتاع مايكروسوفت واكس بوكس لسه ما جاش، هو هيجي في شهر 7. اللي احنا شفناه قبل كده ده كان تيزر بيتكلموا عن انديز حاجات كده، لكن الحصريات بتاعه الاكس بوكس لسه ما نعرفش عنها حاجه، ومفروض في ايفنت كبير هيحصل في شهر 7، فنصبر يعني لما نشوف. انا عايز اختار ما بين الاثنين، ما معيش فلوس لواحد منهم، بس يعني ممكن الواحد يحاول يتصرف، لكن اكيد مش عارف اجيب الاثنين، فانا عايز اختار صح. وانا ميال ناحيه سوني، لكن عايز برضو اشوف مايكروسوفت عندها، لان احنا عارفين ان هم سوني عندها استوديوهات وعندهم حصريات وبيعملوا حاجات جامده جدا، بس مايكروسوفت برضو عندها استوديوهات بتاعتها، والاستوديوهات بتاعتها تعتبر في الجيل اللي فات ما كانتش بتعمل اي حاجه، وكانت مايكروسوفت عماله تشتري. يعني احنا عارفين ان عندهم مجموعه كبيره من المطورين اللي شغالين على الالعاب ما نعرفش عنها حاجه، فانا احب اشوف، يعني انا احب اشوف هل ممكن مثلا يبقى في بيرفكت دار جديده، فيبل جديده، بانجو، اكيد في هيلو جديده، انا مش مهتم قوي بيها بس اكيد في هيلو جديده، احنا عارفين في هيلو جديده، فنشوف. يعني الواحد برضو ايه ما يسبقش الاحداث، وفي كل الاحوال احنا كسبانين كناس بنحب الفيديو جيمز. اخر حاجه بخصوص القناه، طبعا انا قلت الاسبوع اللي فات كنت نوهت ليكم ان هيبقى في تركيز شويه على The Last of Us. ان شاء الله بكره هنزل فيديو عن تحليلي انا للجزء الاول من The Last of Us، يعتبر ملخص للقصة وانطباعي عنها ومناقشة عامة يعني حوالين اللي انا شايفه عبقرية The Last of Us. بعد كده اظن ده هيبقى قبل حصاد الاسبوع، او غالبا يعني هيبقى يا اما قبل الحلقة الجديدة يا اما معاها، هعمل انبوكسنج للليميتد اديشن بتاع The Last of Us. انا جايب الكولكتور اديشن، في مليان حاجات كتيره نبقى هنفتحها سوا، وهعمل فيديو مش مراجعه انطباعي عن The Last of Us. مراجعه ده لو انا لعبت اللعبه وقفلتها، ما اظنش هلحق نعمل دوت في وقت يعني يخليك انت كواحد بتتابع القناه تقرر انت عايز تشتري اللعبه ولا لا لو انت متردد، لكن هعمل فيديو انطباع مثلا بعد ما العب 10-15 ساعه. فدي الحاجات اللي جايه على القناه الفتره اللي جايه، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو دوت، ونشوفكم على خير المره الجايه.